فأعجب الأشياء أن تعرفه تعالى ثم لا تحب. أخلصوا عباد الله قلوبكم لله جل وعلا، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وإن لم يأتي بغتة وجاءت مقدماته من المرض وسلب العافية فهو آت آت. صيرورة الكائن الحي إلى الممات حتمية، الكل صائر إلى الموت ساع إليه، كل ثانية تقرب إلى الموت ثانية، وكل ساعة تقرب من القبر ساعة، حتى تكون فيه حتما لا محالة. فاتق الله ستموت. فماذا أعددت لهذا اليوم، يوم اللقاء؟ وماذا أعددت لما بعد؟ ماذا أعددت للقبر؟ وفيه فتنة عظيمة، هي أعظم ما يكون من الفتن قط، والقبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيراً فما بعده أيسر منه، وإن كان عسيراً فما بعده أعسر منه. اتق الله ربك.